يا جماعة ما شاء الله، السيارة 2019 محرك 5300 سي سي، جير بوكس 8 سرعات. طبعا الموديل لسه واصل، أضوية كاملة ال اي دي مع زينون. الشكل اختلف تماما، عندنا حساسات أمامية، تشغيل عن بعد، رنجات 20، دواسات، أضوية بالمراية، تستخدم في البر. داخليا الشكل اختلف طبعا، كراسي أمامية كاملة كهرباء، نظام سيستم الرادار استخدم مع كروز كنترول، الميموري 6 تبع الكراسي، سماعات بوس، هذا البريك الكتريك بريك، نظام الفور ويل. السيارة من الداخل فيها الوايرلس شارجر، اتغير مكانه تمام. بوش ستارت، الأول ما كان في بوش ستارت، حاليا بقى في بوش ستارت للسيارة. نافيجيشن، نظام الأندرويد، عندنا بالنص بقى في كاميرا بتكشف فوق الكارير من الخلف. طبعا عندنا هنا الكرسي الخلفي اختلف تماما، الحجم اختلف، ارتفاع زاد معانا الارتفاع، تكييف خلفي موجود مع تسخين. بقى في عندنا هنا مخزن صغير ستور تحت الكرسي الخلفي. عندنا فتحة الكارير طبعا موجودة تمام. طبعا هنا الدرج علشان لو طالع سكر. في كاميرا خلفية مع الإضاءة، في عندنا هنا كاميرا فوق مع السبوت الخلفي. هذا الـ SLT.